الفئة هذه أغلى من عيون، فئة مظلومة، فئة مبغي عليها. هؤلاء المفترض إننا نرعاهم رعاية خاصة أكثر من أبنائنا. أطفال ما لهم ذنب في هذه الحياة، وجدوا بظروف خاصة فتركت لحياة ومصير أفضل، حيث أن هدف الجمعية إيجاد أسر حاضنة لهذه الأطفال أو لهؤلاء الأطفال، ترعى لهم الحياة الكريمة وتقدم لهم اللي ما تقدر تقدم لهم أسرتهم الحقيقية. أكيد أنا ما أدري يعني إيش الظروف بالضبط اللي حصلت لهم أنهم يكونون في هذا الموضع، لكن في النهاية أنا أقول لكم يستاهلون كل خير. هذه الفئة أصبحت جزء من حياتي، حياتي الثانية، لأن أقضي ساعات عمل طويلة في المكان هذا وفي الدار هذه، أترك أسرتي، زوجي، بيتي، أهلي، حياتي الاجتماعية في مكان ما نقول إنه عمل، هو عبادة قبل ما يكون عمل. أنا أول شيء نحتسب الأجر. احتوائنا هؤلاء الأطفال بأن نكون لهم أسرة بديلة لحين إيجاد الأسرة الحقيقية لهم، بالرعاية والاهتمام، السؤال عنهم، متابعتهم صحياً. هذول أطفال لا حول ولا قوة، يعني في النهاية إحنا أهلهم وإحنا قانونهم وإحنا اللي نمشي بحقوقهم. تقصير لو هو بسيط ممكن يأثر على أشياء كثيرة. أول ما نستلم الطفل شعور اختلط بالحزن وفي نفس الوقت بالأمل. بالحزن لأن الطفل هذا ما له ذنب في الحياة، والأمل أنه لقى المكان المناسب اللي بياخذ بيده ويوصله لحياة إن شاء الله أفضل بإذن الله. أول ما يجيني طفل يعني ما أدري يعني يصير شلون، زي أم مستقبلة طفل جديد، يعني نفس أي أم أو أسرة أو أي أم مستقبلة فرحانة بطفل. في نفس الوقت يعني تحس إنه خلاص هي مسؤولة عنه، مرة مسؤولية تامة هو أو غيره. صرت أحارب علشان هذول الأطفال، يعني الأطفال هذولي كأنهم جزء مني، ما أعطيهم الأسرة أو مثلا مجرد إنها أسرة فاقدة شيء عشان أعطيها، أفكر في مصلحة الطفل ألف مرة. والله العاملات يبذلون جهد غير عادي، من زيارات للمنازل ومن تفقد للأيتام ومن رعاية خاصة كأنه ابنه أو ابنته، رعاية غير عادية. حتى أنهم أذكر أنه في دموع الحزن لما يغادر أو تغادر طفلة يتيمة من هذا. أكثر شيء يعني يكسرنا تقريباً، يمكن أقدر أقول يكسرنا، لأن نكون متعلق فيه مو على أن طفل وقت معين يروح، قد ما نكون أنه زعلانين، بس قد ما نكون أنه مبسوطين مرة، بس زعلانين في مرحلة أنه بكرة بنجي أو بعد ساعة بندخل المكان اللي هو كان يلعب فيه ما نلقاه.